السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنبدأ بأول جزء اللاين انتجرال. في بعض الستيبس كده هنتعرف عليها في الأول، إزاي بنعمل الانتجريشن بالنسبة لللاين انتجرال، وهنتعرف على أنواع المسار، لأن أنا طبعا عندي في الانتجريشن التكامل، أنا شغال على تكامل مغلق كلوزد انتجرال. ففي بعض القواعد لازم يعني أتبعها في الأول عشان أعرف يعني أي إكزامبل أعرف أتعامل معاها. فأنا عندي العلامة بتاعت الكلوزد انتجرال أو الانتجريشن. طبعا هو بيديني المسار، المسار ده ممكن يكون لاين انتجرال، ممكن يكون لاين ستريت لاين خط مستقيم، أو ممكن يكون كيرف، على حسب بقى المسار اللي أنا بشتغل عليه عشان أتعامل مع الدالة. فالبعض الرولز اللي انا اعرفها ان انا عندي ان الاكس هي عندي الاف اوف تي، وعندي الواي اللي هي جي اوف تي، وحدود التي اللي انا هعمل انتجريشن هي من الاي للبي، من الاي للبي، فتي أكبر من أور إيكوال A وأقل من أور إيكوال عندي مين؟ ال B. طيب إزاي بقى إن أنا أعمل إيفالويشن بقى للداينا إنتجرال؟ ففي بعض الخطوات أو الميثودز أوف إيفالويشن أول شيء طبعا بيبقى العلامة بتاعتي كده، علامة الانتجريشن، في هنا السي اللي هي كلوز انتجرال. أول حاجة عندي لو كانت عندي جي اوف الاكس والواي دي اكس، دي هيبقى المفكوك بتاعها عشان لما أجي أعمل لها انتجريشن، هي عبارة عن الانتجريشن من الـ A للـ B الـ G اوف الـ F وفي التي وجي وفي التي في الاف داش وفي التي دي تي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هيبقى مدينا عندي حاجه في الاكس وحاجه في الواي، فلازم اجيب كل الايكويشن نفسها وكل المعادله كلها بالنسبه للتي، واعمل انتجريشن بالنسبه للتي، وحدود التي هتبقى من الاي للبي. فدي نمبر 1 لو كانت عندي الانتجريشن جي اوف الاكس والواي دي اكس. نمبر 2 لو كان عندي كلوز انتجرال لجي اوف الاكس والواي دي واي، يبقى عندي انتجريشن من الاي للبي جي في الاف اوف التي وجي في التي وجي داش وفي التي دي تي. ده كده نمبر 2 لو كان عندي الانتجريشن دي واي، يبقى عرفنا لو كان دي اكس بعمل ايه ولو دي واي بعمل ايه. طيب نمبر 3 لو كان عندي كلوز انتجرال الجي اوف الاكس والواي دي اس، فيبقى ايكوال انتجريشن من الاي للبي الجي الاف اوف التي والجي اوف التي والدي اس. هنا بقى المفكوك بتاعها هو عبارة عن روت الاف داش اوف التي سكوير بلس الجي داش اوف التي سكوير. طيب احنا طبعا بمعلومية ان انا عندي الاكس هي عبارة عن الاف اوف التي والواي هي عبارة عن الجي اوف التي، وطبعا الاس هي فانكشن الاكس والواي. طيب من هنا هيبقى أقدر أجيب الـ dx هي عبارة عن
الاف داش وفي التي دي تي، ومن هنا اقدر اجيب الدي واي هي عبارة عن الجي داش وفي التي دي تي. طيب والدي اس هنا عبارة عن روت دي اكس سكوير بلس دي واي سكوير، لان انا عندي الاف داش وفي التي اللي هي مين عندي الدي اكس، والجي داش وفي التي اللي هي عندي ايه الدي واي. يبقى لما اتعامل مع اي اكزامبل يبقى انا عارف مين مين الاكس بدلاله التي ومين الواي بدلاله التي، ونفس الكلام اللي هي الدي اكس والدي واي والدي اس، الدي اكس والدي واي وايه والدي اس، وبعرف القانون بتاع الدي اس هو عباره عن ايه. طيب ناخد اكزامبل نمبر 1، قال لي ايفالويت عندي كلوز انتجرال، كلوز انتجرال لجي وفي الاكس والواي دي اكس، وعايز يحسب كلوز انتجرال لجي وفي الاكس والواي دي واي، وايضا كلوز انتجرال لجي وفي الاكس والواي دي اس. ومديني بقى جيفن ان اللي قال ان الجي وفي الاكس والواي ايكوال 2xy، ومديني جيفن ان الاكس ايكوال 5 كوساين تي والواي ايكوال 5 ساين تي، وحدود التي اكبر من او ايكوال 0 واقل من او ايكوال عند مين باي اوفر 4. طيب يبقى هو عايز ان انا احسب الانتجريشن على الدي اكس والدي واي والدي اس، ومديني جيفن الجي في الاكس والواي، ومديني قيمه الاكس وقيمه الواي وحدود التي. طيب اقول نمبر 1 ان انا عندي انتجريشن كلوز انتجرال الجي وفي الاكس والواي دي اكس. اول شيء اجي على جنب كده واشوف الحاجات اللي انا محتاجها. اول حاجه عندي الجي وفي الاكس، انا عندي قيمه الاكس بكام، الاكس ايكوال 5 ساين تي، يبقى اعمل لها ديفرنشيشن افاضلها او اشتقاق بتاعها، يبقى دي اكس هي عبارة عن الساين الديريفيتيف بتاعها بين بمين بكوساين، يبقى 5 كوساين تي دي تي، وعندي الواي ايكوال 5 ساين تي، يبقى اذا الدي واي عبارة عن عندي الواي سوري ماشي هنخلي دي كده الواي، هي كانت الواي اللي ساين ودي دي واي، ودي هتبقى الاكس 5 ساين تي، دي هتبقى عندي كوساين ساين تي، يبقى الكوساين بنيجاتيف ساين يبقى نيجاتيف 5 ساين تي دي تي. ده هنا ايه اللي هو الدي اكس، يبقى الكلام ده دي واي، وهنا دي مين الواي. طيب انا لما اعمل انتجريشن بالنسبه للدي اكس كنا قلنا ان انا هعمل ايه، هيبقى عندي الجي في الاكس او الاف في الدي، والدي اكس هتبقى عندي مين الدي تي، يبقى اقول عندي ان الكلام ده ايكوال الجي في الاكس والواي عباره عن يبقى انتجريشن 2، هي 2xy، الجي في الاكس هي عبارة عن 2xy، يبقى هنا 2 وعوض بقيمة الاكس اللي هي كام عندي 5 كوزاين تي، وقيمة الدي اكس طبعا انا عندي هنا ايه 2xy عوض بقيمة الاكس
وقيمة الواي اللي هي 5 ساين تي، والدي اكس بقى اللي انا جبتها هنا كانت كام عندي؟ الدي اكس اللي هي نيجاتيف 5 ساين تي دي تي. طيب حدود الانتجريشن بقى هيبقى من كام؟ المفروض عندي حدود التي من 0 لباي اوفر 4، من باي اوفر ايه؟ اوفر 4. طيب يبقى الكلام ده ايكوال انتجريشن من 0 لباي اوفر 4. نجمع بقى، انا عندي كوساين تي وساين تي في نيجاتيف ساين تي، انا عندي هنا 5 في 5 ب 25، في 5 ب 125، في 2 يبقى 250، وساين في ساين بساين سكوير، يبقى اقدر اقول عندي هنا اللي هو ناقص 250 في ساين تي سكوير في كوساين تي دي تي. جت منين؟ ان انا عندي الساين في ساين بساين سكوير، والكوساين هتنزل كما هي، واتنين في خمسة في خمسة في خمسة في ناقص خمسة، يبقى عندي ناقص 250. طيب الجزء ده اعمله انتجريشن ازاي؟ كان في رول كده، كان في قاعدة بتقول لو كان عندي فيه قوس او براكت مرفوع الباور ان، وكانت الدالة اللي خارج القوس مش الديريفيتيف ما بداخل القوس، فبزود على الاس واحد الباور واحد واقسم على الاس الجديد، فانا عندي الساين الديريفيتيف بتاعها مين؟ بكوساين. طيب يبقى في الحاله دي الانتجريشن بتاع الكلام ده هو عباره عن ناقص 250 في ساين تي باور 3 اوفر 3، وعوض من كام بقى؟ من 0 لباي اوفر 4، اعوض ايه من 0 من 0 ايه لباي على 4. طيب انا بعوض ازاي؟ بعوض بالقيمه اللي فوق ناقص مين اللي تحت، بقول ايكوال ناقص 250، اخد الثلاثه اللي في المقام دي بره، وبعد كده ايه اعوض بقى، اشيل كل تي اعوض مره بباي على 4 ناقص اعوض بكام؟ بزيرو. بقول عندي هنا ساين باي على 4 اس 3 ناقص ساين 0 باور 3 وفي القوس بتاعي، يبقى انا بعوض بالقيمه اللي فوق ناقص اعوض بالقيمه اللي تحت، بشيل كل قيمه تي واعوض عنها. طبعا ساين 0 ب 0، فالجزء ده كده ايكوال 0. طيب وساين باي على الاربعه اللي هي تبقى عندي جذر الاثنين على الاثنين، فيبقى عندي ناقص 250 على 3 في جذر الاثنين على الاثنين الكل تكعيب، يبقى الناتج لما احسبه بالحاسبة يبقى ناقص 125 جذر الاثنين على 6. ده كده ايه الجزء اللي خاص بمين؟ بالجي اوف الاكس والواي دي اكس. طيب هنحسب نفس الكلام بس بالنسبة للدي واي، فانا عايز اجيب انتجريشن، يبقى نمبر 2 كلوز انتجرال للجي وفي الاكس والواي دي واي، يبقى ايكوال عندي انتجريشن من 0 لباي اوفر 4، كانت قيمة عندي مين اللي هي 2xy دي واي، يبقى عبارة عن انتجريشن من 0 لباي على الأربعة 2 في قيمة الاكس كانت بكام عندي؟ 5 كوساين تي، وقيمة الواي ب 5 ساين تي، وقيمة الدي واي الدي واي كانت بكام عندي؟ لما حسبنا الدي واي انا عندي الواي ب 5 ساين تي، فالدي واي هتبقى 5 ساين كوساين تي، يبقى انا عندي هنا 5 كوساين تي دي تي. طبعا حدود التي من 0 لباي اوفر ايه؟ اوفر 4. نفس الاكزامبل اللي قبله هنعمل نفس العمليه الحسابيه،
يبقى عندي 250، بس هنا يبقى الكوساين عندي يعني بالنسبة، الدي واي انا عندي، نتأكد بس للدي واي لما عملت الديريفيتيف، الدي واي هبقى عندي ايه، الفايف عندي ساين تي، يبقى الديف بتاع 5 كوساين تي، 5 كوساين تي. اوكي طيب، لكن الدي اكس هي اللي كانت عندي بماينس 5 ساين تي. نجمع بقى، يبقى انا عندي 250 انتجريشن من 0 لباي اوفر 4 كوساين في كوساين بكوساين سكوير، ساين تي سكوير في ساين تي دي تي. نفس القاعدة هنستخدمها لو كان اللي خارج البراكت ديريفيتيف اللي جوه البراكت، يبقى بزود على على الباور واحد واقسم على الباور الجديد. طيب الديريفيتيف بتاع الكوساين بنيجاتيف ساين، فانا محتاج هنا نيجاتيف، بعمل ايه؟ هضرب في نيجاتيف خارج الانتجريشن ونيجاتيف في داخل الانتجريشن، علشان يبقى ايه؟ يبقى ده النيجاتيف ساين هو الديريفيتيف بتاع مين؟ الكوساين تي. في الحاله دي بقول عندي نيجاتيف 250، والانتجريشن بتاع الكلام ده هو عباره عن كوساين تي باور 3 اوفر 3، وعوض ايه؟ من 0 لباي اوفر 4. طيب اعوض ازاي؟ بقول عندي ناقص 250 على 3، وافتح قوس كبير، اعوض مره التي بباي على الاربعه، ناقص اعوض بزيرو، يبقى انا عندي هنا كوساين باي على الاربعه ناقص كوساين زيرو. طبعا تكيف كوساين زيرو ب1، ده كده ايه؟ ب1 1 ايه؟ تكيف. طبعا ده كده بكام؟ ب1. طيب وكوساين باي على الأربعة، بجذر الاثنين على الاثنين، يبقى الكلام ده يبقى ناقص 200، ناقص 250 على 3 في جذر، جذر الاثنين على الاثنين تكعيب ناقص 1، يعني لما احسبه بالكالكوليتور هيبقى ناقص 125 جذر الاثنين على 125 على 6، سوري دي هتبقى بلس، دي كده هتبقى بلس، علشان ايه؟ نيجاتيف عندي يبقى 125 على 6، فهنا دي كده نشيلها عشان دي المفروض في 4 قبلها، 125 في 4 ناقص جذر الاثنين، ده كده ايه الناتج النهائي. بس هاخد بالي بقى من حاجه، ان انا عندي الانتجريشن هو كان من 0 لباي اوفر 4، ان التي عندي، التي لو هي عندي من باي اوفر 4، فاقدر ان انا اجيب عندي ايه، بشوف ايه الحاجه اللي تديني زاويه باي على الاربعه، طبعا باي على الاربعه اللي هي 45، فاللي هي عندي مين؟ جذر الاثنين على الاثنين، فانا ممكن بدل ما اعوض من 0 لباي على الاربعه أعوض من واحد لجذر الاثنين على الاثنين، يعني لو أنا أحلها إيه بطريقة تانية، ده لو أنا فارض مين؟ فارض مثلا عندي مين اليوم. طيب نمبر 3 كان عايز الانتجريشن الجي أوف الإكس والواي دي إس. طيب وإحنا عارفين إن الدي إس هو عبارة عن روت
دي اكس سكوير بلس دي واي سكوير. طيب انا عندي دي اس هو عبارة عن جذر دي اكس سكوير بلس دي واي سكوير، يعني الكلام ده ايكوال. الدي اكس كان بكام عندي؟ الدي اكس انا عندي الواي كانت بساين تي، الدي اكس كان بنيجاتيف ساين نيجاتيف 5 ساين تي هيبقى سكوير بلس 5 ساين تي سكوير. طيب طبعا السكوير بيكنسل النيجاتيف فيبقى عندي كأنها جذر 25 ساين سكوير تي بلس 25 ساين سكوير تي. لو انا خدت الساين سكوير كومن فاكتور، طبعا التانية دي كوساين، دي عندي كوساين تي، كوساين تي دي هتبقى عندي كوساين تي، يبقى أول عندي هنا جذر أخد 25 كومن، يبقى عندي هنا ساين سكوير تي بلس ساين سكوير تي. طبعا ساين سكوير بلس كوساين سكوير دي بكام؟ ب1، وروت 25 يبقى بكام؟ ب5. يبقى الدي اس في الحالة دي يبقى ايه؟ يبقى الدي اس ايكوال 5. طيب يبقى انا كده عرفت قيمة الدي اس هتبقى 5 ايه دي تي، يبقى قيمة الدي اس هتبقى عندي ايه 5 دي تي. يبقى عندي الانتجريشن 2xy، 2xy في الدي اس يبقى ايكوال انتجريشن من 0 لباي اوفر 4، يبقى عندي هنا 2 في 5 كوزاين تي في 5 ساين تي، والدي اس اللي انا جبتها كانت 5 دي تي. طيب 5 في 5 25 في 5 ب 125 في 2 ب 200 ب 250، يبقى انا عندي هنا كام؟ يبقى ايكوال انتجريشن 0 باي اوفر 4 250 في كوساين تي ساين تي دي تي. طيب حاجة زي كده نعمل لها انتجريشن ازاي؟ ان انا ممكن الساين الدريفت بتاع مين؟ بكوساين، فممكن اخلي الساين جوه قوس وبعد كده اعوض بقى بالقيمة بتاعتي، يبقى اقول ان انا عندي 250 انتجريشن من 0 باي اوفر 4 كوساين تي، واخلي الساين داخل مين؟ البراكت بص واحد طبعا دي تي، لو كان اللي خارج القوس مش الدريفتيف اللي جوه القوس يبقى زود على الباور واحد واقسم على الباور الجديد، يبقى ايكوال 250 في ساين تي سكوير اوفر 2. وطبعا عوض من 0 لباي اوفر 4، احسب نفس الحال الحسبانة بتاعتي فيطلع الناتج 125 على الاثنين. ده كده ايه؟ عملت الكلوز انتجرال بالنسبة للدي اكس وبالنسبة للدي واي وبالنسبة للدي اس.